يبكيك يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: عبديني عبديني شفيا بين يدي الله. فقال ابن مامون: يا ربي تسلي مظلمتي من اخي، يا ربي تسلي مظلمتي من اخي. فقال الله جل جلاله: الظالم اعطي لاخيك مظلمتك. قال: من اين يا رب؟ احنا ابن مامور عشان هنبدا يا جماعه، احنا ابن مامور احنا بنعمل حاجه وحشه معاكم. كل ما يرد كده محدش يجي في وشه هنا في الجنب ده كده في الوش. لا يا جماعه، تعالى ايمن كده وانت تعالى كده، ابعد من قدام المنصه دي خالص. ربنا انت شايفين، انا شايف شداس وشايف حبايب وارى بساتين لمن هذا يا رب؟ لا يا كمان لم. قال: ومن يملك الثمن يا رب؟ قال له: انت. قال له: انا. قال: فقال: نعم. قال: بما يا رب؟ خليك بالجنب فقال: يا رب الفوز عنه. بس كده ثمن واحدة واحدة. الله اكبر. تكبيروا جميعا. الله اكبر. الله اكبر. ولله الحمد. كبروا أيها الموحدون. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا. الله أكبر كبيرا. الله أكبر كبيرا. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا. الحمد لله كثيرا. وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله. الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله. الله اكبر ولله الحمد. الله اكبر ولله الحمد. الله اكبر ولله الحمد. الله اكبر كبير. كل الشكر لعائلة شعلان والعائلة الحليمة اللي عرفت وجه الله سبحانه وتعالى، وكل الشكر لعائلة ابو ناصر ايضا اللي ادت الحق لاصحابه. استاذ من السادة الى امام المنصة ينصرفوا علشان هنأدي جمالنا ارملوا على راسنا من فوق، وان شاء الله العزا الليله خلف المجمع الاسلامي. الله اكبر. لا اله الا الله. لا اله الا الله. لسمع ايضا لكلمه اخرى من حاج سيد بعد اذنك لطرف الدفاع. ما ذاكرها جيب الثلاثه الاول. نشكر كل من سعى في الصلح، ونشكر على شعلان بالعفو والسماح، ونشكر رجال الامن، ونشكر كل من الحضور، ونشكر كل الناس اللي ساعدت في هذا الصلح. متشكرين. شكرا.